السلام عليكم. طبخ على الحضانة. في قذيفة جوا. بس عن هيك شيء. أبو ماهر. بس أنا نجيب له كيس. خلاص. جزاك الله خير. يلا. بيت همه. هذا.
جميل. هاي البلدوز هلا سيارة معنا سيارة السلام عليكم. يا أختي يوم ضرب مجيد أمه؟ إيه بس فيها الروض بعد نسميك أماني تفضل دعوا لنا. السلام عليكم. عمل هيك عمل قولوا هيك قلوا نشر لنا دوخ اللي قولوا هيك.